في الوقت الذي تستعرض روسيا معداتها العسكرية المتجهة إلى معارك كورسك، جنود أوكرانيون يتحدون روسيا بمشاهد السيلفي، يتسلقون المباني، يزيلون أعلام روسيا ويضعون مكانها علم بلادهم، يتجولون داخل بلدات روسية معلنين بذلك السيطرة عليها. أيها الأوكرانيون الأعزاء، لقد دخلنا إلى سوبر ماركت روسي، وأنا أقول لكم الاختيار ضعيف، الخيارات ضئيلة جدا، محالنا الأوكرانية أفضل بكثير. مشاهد توثق لأول مرة من داخل الأراضي الروسية منذ اندلاع الحرب بين الطرفين في 24 فبراير عام 2022. روسيا أكدت عزمها القضاء على القوات الأوكرانية التي اقتحمت الحدود، واتهمتها بمحاولة زعزعة الاستقرار الأمني. أما أوكرانيا فترى في العملية ضرورة أمنية للدفاع عن البلاد. عملياتنا هي مسألة أمنية بحتة بالنسبة لأوكرانيا، تحرير المناطق الحدودية من الوجود العسكري الروسي، وأود أن أشكر جميع جنودنا وضباطنا على شجاعتهم. تقول أوكرانيا إنها أحكمت سيطرتها على 1000 كيلومتر مربع داخل منطقة كورسك، وما زالت تحاول السيطرة على بقية البلدات، فيما تواصل روسيا التأكيد على أنها أوقفت تقدم الجيش الأوكراني وكبدته خسائر فادحة.